القصيره دي فرصه فرصه لفائده فريق شباب اتخنفا. اوه جميله، والهدف الاول، الهدف الاول لفائده فريق شباب اطلس خنفرة بواسطه اللاعب والمهاجم السنغالي. الجميع لاحظوا الطريقه باش خدا الكره، مراوغه جميله مباشره سدد بالرجل اليسرى وكره ارضيه تعانق الشباك. لاحظوا المراوغه الجميله ديال السنغالي سيني قصير ويتمكن من تسجيل الهدف.